بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہے المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبد الرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعہ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں اس کے علاوہ جید علماء کرام حضرت مولانا اقتصام الہی ظہیر حضرت مولانا عبداللہ نصاب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حضرت مولانا حنیف ربانی حضرت مولانا یوسف پسروڑی حضرت مولانا رانا شمشا سلفی اور تمام جید علماء کرام کی سیریز اور کیسٹیں دستیاب ہیں ہمارا ایڈریس مبشر جنرل اسٹور چوک بیگم کوٹ شادرہ لاہور فون 03008081623 بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله وأعطيت فقط 10 دقائق في مثل هذا الجم الكبير فكيف أتكلم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 دقائق الرسول صلى الله عليه وسلم له قدر عند ربنا جل وعلا ما لا يتصور أبدا عند عاقل بل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله تبارك وتعالى إلى الناس كافة له مكانته وله قدره عند ربنا تبارك وتعالى إن يتخلى كل إنسان على وجه الأرض بل كل مخلوق على وجه الأرض عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم يتخلى عنه ربه جل وعلا الذي أرسله أبداً بل قد حفظه سبحانه وتعالى من كل سوء وقد عصمه سبحانه وتعالى من كل شر فقال تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس بل وقد عصمه سبحانه وتعالى الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل المنافقين ومن قبل الكفار ومن قبل المبتدعة ليست حرب جديدة بل حرب قديمة جديدة منذ البداية منذ ما أرسله الله سبحانه وتعالى صعد المصطفى صلى الله عليه وسلم جبل الصفا فجعل ينادي على قريش فجعل ينادي على بطون قريش فقال يا بني عدي يا بني فهر فاجتمعوا كلهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لو أني أخبرتكم بأن الخيور وراء هذا الوادي تريد أن تغال عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا بلى ما جربنا عليك كذبا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال عمه في أول لحظة فقال عمه لهذا جماعتنا يا محمد تبا لك يا محمد سائر اليوم فرد عليه ربنا سبحانه وتعالى فأنزل سورة كاملة في هذا الموقع فقال تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد إذن الحرب مع رسول الله ليست حرب جديدة بل حرب قديمة جديدة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما تتصورون واستغربون أن الله سبحانه وتعالى ينزل قرآنا من فوق سبع سماوات ليعلم الصحابة كيف يتكلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس عجيبا أن ينزل الله سبحانه وتعالى قرآنا من فوق سبع سماوات يعلمون الصحابة ويعلموننا كيف نتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا لماذا؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ألا تعرف بأن هذه الآية نزلت في الرجلين الكريمين في الأمة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما جاء الوفد من بني الأشعث فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهم رجلا فقال أبو بكر: يا رسول الله عمر القعقاع بن الأقرع يا رسول الله عمر القعقاع بن المعبد يا رسول الله فقال عمر: لا يا رسول الله عمل الأقرع ابن يابس يا رسول الله فقال أبو بكر لعمر: ما أردت يا عمر إلا خلافه؟ فقال عمر: لا والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. لم يزد الحوار على ذلك ومع ذلك نزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا. انتهى الحوار من أبي بكر وعمر، يقول عمر: عمر الأقرع بن يابس يا رسول الله. فقال أبو بكر: يا عمر ما أردت خلافي؟ فقال عمر: والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. انتهى الحوار ومع ذلك نزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. سبحان الله، منذ ذاك اليوم يقول أبو بكر: والله يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار الذي أخبرك الذي أخبره من أسراري، لأن الذي تخبره من أسرارك لابد أن تخفى صوتك، لابد أن تكون صوتك خفيفة عندما تخبره أسرارك. أما عمر رضي الله عنه لم يكن يتكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستكلم، حتى يقول له رسول الله: ارفع صوتك يا عمر لا أسمك، ماذا تقول؟ هكذا رسول الله عند ربه سبحانه وتعالى وعند رسول الله وعند أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالذين يتطاولون على المصطفى من الكفار اليهود والنصارى ومن المبتدعة من الفرق الضالة الذين يظنون أنهم يحبون رسول الله وأنهم يبغضون رسول الله بترك سنته واتباع سنة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء نقول لهم بأننا ليس عندنا إنسانا أغلى من رسول الله، الرسول أغلى من كل أحد، هو خير الأولين والآخرين وهو خاتم النبيين وهو شافع الناس كلهم يوم القيامة، كافرهم ومؤمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو شافع الناس. أما تعرف أن الله جل وعلا أولى يعطوا 10 دقائق في حول رسول الله؟ That's minute نتكلم حول رسول الله، إيش هذا؟ هذا 10 دقائق حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى التكبير، أتكلم حول رسول الله 10 minutes. كفر وإسلام، أن يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون؟ النبي يشتم، يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسمونه بصور كبيهة وهو حامل العمامة وفوق العمامة كنابل، يقول إرهاب رسولكم صلى الله عليه وسلم.
يتطاول الأقزام على المصطفى ولم يعرفوا قدر